ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قرر زوجان أجنبيان أحدهما من ألمانيا والآخر من هولندا جاء للسياحة بمدينة مليبوسلهام الشروع في حملة تنظيف الشاطئ والغابة المحادية للمدينة من قطع البلاستيك والزجاج بدون ملل طيلة 200 يوم. الحملة هذه جاءت بعد انزعاج السائحان اللذان أغرما بطبيعة المدينة الخلابة من الكم الهائل من الأزبال والأوساخ وعدم اهتمام أناس المدينة بتنظيفها في ظروف انتشار الوباء وفرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب. وعلاوة على تنظيف المدينة، قام الزوجان بزرع الورود وصباغة الجدران والقيام بكل ما فيه خير للمدينة. ومع استمرار ظروف حالة الطوارئ الصحية، انخرط بعض الشباب المدينة في العملية وساعدوا على النظافة، فيما يتكلف البعض بتقديم الطعام لهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.